تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، تقيم مجموعة عبد الحكيم الشمري القابضة بطولة الدراجات الهوائية بنسختها الرابعة. البطولة تأتي بتنظيم وإشراف من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، وذلك يوم 24 من فبراير الجاري في منطقة الزلاق. وفي مؤتمر صحفي شكر الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية مجموعة الشمر القابضة على استمرار تنظيم هذه الفعالية للعام الرابع على التوالي، وكل الجهات والأفراد والشركات الداعمة للبطولة. ومن جهته ثمن السيد عبد الحكيم الشمري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشمر القابضة رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للبطولة، مؤكدا التزام المجموعة بدعم كافة الأنشطة الرياضية في المملكة ضمن الشراكة المجتمعية بين القطاعين أو بين القطاع الخاص وقطاع الرياضة. يشرفنا حقيقة اليوم في هذا المؤتمر الصحفي لقاء مجموعة من المهتمين بهذه الفعالية. سمو الشيخ خالد بن حمد ليس غريب عليه دعم الرياضة في شتى المجالات، خاصة في مجال الدراجات الهوائية. واليوم حقيقة نحن نفتخر كمجموعة مكونة من أكثر من 65 منفذ بيع، يعني تتعلق بحوالي 8 شركات وتخدم 500,000 عميل شهريا على مدار السنوات الماضية، أن تقدم شيء بسيط للشعب البحريني ولهواة الرياضة وخاصة الدراجين الهوائيين. سباق الشمري للدراجات نسخة الرابعة أصبح من السباقات اللي شارع الدراجات أو محبي الدراجات في مملكة البحرين ومن دول مجلس التعاون تنتظر هذه الفعالية. الحمد لله النسخ الأولى كانت نسخ متميزة، النسخة هذه الحمد لله اللجنة المنظمة استطاعت أن هي تضيف أو تحدث بعض الإضافات اللي راح تسهم في تحسين السباق وخروجه بصورة جميلة. الاهتمام بسباقات الأطفال وإدخال السباق كفعالية مجتمعية لا شك لها أثر كبير في زيادة عدد الحضور وعدد المشاركين في هذه الفعالية. عدد المشاركين في هذه السنة بيوصل بتعدى 200 دراج، واعتقد ان دل على شيء، دل على نجاح هذا السباق ومدى السمعة اللي اصبحت يعني ملتزمة مع هذه السباق. فاحنا نتطلع ان شاء الله انه يكون تكون منافسات جميلة ويكون سباق مميز باذن الله، ونشوف ابطال جدد باذن الله ان شاء الله. بالنسبة لنا احنا كلاعبين بحرينيين على المستوى المحلي، هي هذه المشاركة الأكبر لنا في البحرين، بحكم أن السباق مفتوح وكل فئة تقدر تشارك فيه. بعض السباقات اللي موجودة محكورة على فئة غير عن فئة بحكم الرنك اللاعبين، بس هاي السباق اللي هو سباق السيد عبد الحكيم الشمري من أفضل السباقات اللي احنا بنشارك فيها، لأن السباق المفتوح فيه الورتور يقدر يشارك، المقيم اللي من برا البحرين اللي من أوروبا أي لاعب يقدر يشارك فيه، من كذي يكون السباق قوي في المنافسة.